دون اتخاذ اي اجراءات اكثر من ذلك، لان هناك من يتخوف من العنف او الحركات العنيفه او الانشطه العنيفه. لا بحثت على فكره هذه انشطه عنيفه، وانا عايزه الحقيقه اقول اني وقلبك يوم خليني دارك علي مثل الثلج، لو عاجبك شويني لو عاجبك شويني. اشاهد السيد المفتي ونحن يعني نحترم واشاهد من يقولون انتم تنمون بذلك انكم تضروا الاقتصاد على الاستبداد. انا بقول العقل على المفتي و thank you.
الواحدة يا بنتي ملهاش غير بيت جوزها وبس. جامعة ايه وكلام فاضي ايه؟ هنعلم اخوك ايه اولى؟ الست ملهاش غير طلعتين، طلع لبيت جوزها والتانية لقبرها. انت مالكيش دعوة، سيبي نفسك وهو عارف هيعمل ايه. ما تنسيش انك كبرتي وراحت عليكي. جالي بنت انكسر ظهري وجالي ولد سند ظهري. ضم رجليكي وانت قاعده. وصدق اللي قال هم البنات للممات. يا ماما انا خارجه. خارجه رايحه فين يا نيل؟ رايحه عند نهى صاحبتي. انا مش قلت نهى دي تاني؟ لا يا ماما، دلوقتي الصاحبه الوحيده اللي ليا وانت عارفه كويس. مش نهى هي اللي حرضتك على موضوع المودلز؟ بالعكس يا ماما، دي نهى بقى لها سنتين بتشتغل كويسه وانت تعرف مامتها كويس. طب وايه اللي مطلعك بشعرك يا نيل؟ عادي، ما كل البنات يا ماما طالعين، ما انت شفتيهم بالحته كلها. عشان خبيت عن باباكي موضوع المودلز، عايزه ان انت كمان ان انت تنزلي بشعرك؟ طب انا هقول ابو احمد. ايوه. تعالى يا ابو احمد شويه، عايزاك. نعم. شايف نيلي عايزه تنزل بشعرها. بتقولي ايه؟ نيلي عايزه تنزل بشعرها. لو شفتها خارجه من البيت بشعرها كده هيكون اخر يوم في عمرها. وكمان الموضوع اللي انا عارفاه بقالي يومين ان هي عايزه تشتغل مودلز، وخبيت عليك الموضوع. اهو ده اللي ناقص، هتعرض نفسها قدام الناس. وكمان هي هتعرض نفسها للناس، بس دي هتحط راسنا في الارض كمان. لو خرجت من باب البيت هقطع رقبتها.
يما يا حبيبتي وقع على الورقة. بديش أوقع. بينفعش الكلام اللي بتحكيه، لازم توقعي. بس أنا ما بدي أوقع، مش موافقة. ليش مش موافقة؟ أنا وأبوكي أدرى بمصلحتك، يلا وقعي. طب أنتوا ليش مصرين على الموضوع؟ إحنا أدرى بمصلحتك بقولك، يلا وقعي. وأنا كمان أدرى بمصلحتي بس برضو مش هوقع. يما يلا اسمع الكلام، ما تخليش أبوك يزعل منك، وقعي. برضو أنا مش موافقة، مش هوقع. وبعدين معاكي، أنت ليش هيك كتير تغلبي سايرة؟ يلا يا بنت. مش هوقع يعني مش هوقع.